كيفية فهم حركات طائر الكوكتيل. تخبرنا طيور الكوكتيل مثل باقي الحيوانات بالكثير من الأشياء بواسطة حركات جسمها. ستتمكن من فهم غضب طائرك منك أو تمييز سعادته إذا انتبهت أكثر لحركاته. توجد حركات معينة يعبر الكوكتيل من خلالها عن نفسه ويساعدك أن تركز عليها تحديدا، وهي الحركات التي سنتحدث عنها هنا. تمييز علامات الرضا. لاحظ هز الذيل. تهز الطيور ذيلها مثل غيرها من الحيوانات الأليفة، فتحركها تحديدا للأمام وللخلف، ويعني عمل هذه الحركة عموما أنها تشعر بالسعادة. افهم معنى أن يسير نحوك. إذا اتجه نحوك وأنت بالقرب منه فهذا يعني أنه سعيد بوجودك، لكن المشي تجاهك لا يدل على أنه سعيد إلا شريطة أن تكون رأسه مرفوعة في نفس الوقت وليست منحنية للأسفل. ميز الصوت. لا يعد الصوت حركة تحديدا، لكنه عامة من الإشارات التي تدل على سعادة الكوكاتيل، لأنهم يحبون التحدث عندما يشعرون بالسعادة، فيغنون لأنفسهم أو يصفرون أو يصدرون أصوات زقزقة رقيقة. فهم علامات العدوانية. تنبه للمعان عينه أو توسع حدقتها. قد يعني اتساع حدقات العيون المفاجئ أن هناك ما يجعل الكوكاتيل عصبيا، لذا أوقف ما تفعله إذا رأيت إشارة التحذير هذه. انظر أيضا لرأسه وريشه. يخفض الكوكاتيل رأسه عندما يشعر بغضب قوي، وربما ينفش ريشه كذلك ويحرك ذيله كحركة المروحة. إذا سار نحوك وهو على هذا الحال لا بد أنه يريدك فعلا أن تبتعد عن طريقه. اعرف أيضا سبب التأرجح بالمقلوب، فعندما يفرج جناحيه في نفس الوقت الذي يقف خلاله بهذه الوضعية يعني ذلك أنه يحاول أن يحمي منطقته أو المساحة المحيطة به، ويستحسن أن تتراجع إذا وجدته هكذا وكنت بالقرب من قفصه. احترس من العض. سوف يندفع الكوكاتيل نحوك بقوة حين يكون على وشك أن يعضك، ويمكن أن يعض بمنقاره في الهواء قبل أن يصل لك. يجب أن تتركه لحاله لبعض الوقت إذا حاول عضك. ميز صوت الهسيس. هذه ليست حركة بحد ذاتها، لكن هذا الصوت يصاحبه عادة سلوك عدائي من الكوكاتيل، مثل الاندفاع السريع بجسمه. واعرف حال سماع هذا الصوت أنه ربما كان على وشك أن يعضك. افهم سبب الرفرفة بالجناحين. إذا مدد جناحيه وهو يرفرف بهما ثم حركهما للأعلى والأسفل لابد أنها علامة على أنه غاضب أو متضايق. حاول أن تتوقف عن إزعاجه إذا كان هذا ما تفعله، وأن تدعه وشأنه قليلا. التعرف على سلوكيات لفت الانتباه. افهم معنى النقر. بعض طيور الكوكاتيل خاصة الذكور منهم تقرع مناقيرها على الأشياء الجامدة مثل أسطح المناضد والأقفاص، والفكرة من هذا التصرف هو أن يجعلوا أنفسهم ملحوظين، ويكون المستهدف عادة بهذا هو الشخص أو الشيء الذي أصبح الكوكاتيل يحبه. يمكن أن تقع طيور الكوكاتيل في حب أشياء مختلفة مثل جمادات معينة في محيطهم، أو انعكاس صورتهم، أو طيور أخرى، أو حتى أن يحبوك أنت. يمكن كذلك أن يغرد أو يميل على الشخص أو الشيء الذي أحبه. لاحظ القفز. القفز مماثل للنقر في غرضه، وهو أن يلفت الانتباه لنفسه، إلا أن القفز يعد مرحلة متقدمة على النقر، لأن بهذا السلوك يعتبر أنه يكاد يتوسل الاهتمام. تنبه لأصوات الزعيق المرتفعة. أحيانا تصدر طيور الكوكاتيل أصوات صراخ أو زعيق مصاحبة لسلوكيات أخرى،
وهو ينتظر ببساطة أن يستجلب لنفسه الاهتمام من خلال هذا السلوك. لاحظ تلوية الرأس، يلوي الكوكاتيل رقبته من جانب لآخر بحركة سلسة وليس بتحريك مندفع أو عشوائي لرأسه، وعادة ما يفعل هذا كي يكون ملحوظا. انظر للريش الذي يعلو رأسه عندما يحاول أن يجذب كوكاتيل آخر للتزاوج، غالبا ما يدع الريش الذي على أعلى رأسه ينثني كهلال، حيث يشكل ما يشبه غرة مموجة أعلى رأسه، لكنه يحاول أحيانا بنفس هذه الحركة أن يحمي منطقته. لاحظ أيضا ريش الذيل والأجنحة. من طرق الإغواء الأخرى عند الكوكاتيل أنه يحرك ريش ذيله بفخر بجانب تمويج ريش الرأس وفرد الجناحين، ويمكن كذلك أن تراه يتبختر في المكان ويغرد. قد تعني هذه الحركة أيضا أنه يحمي منطقته. ملاحظة علامات المرض. لاحظ الهزات السريعة للذيل. أحيانا يهز الكوكاتيل ذيله بحركة قصيرة سريعة إذا كان مريضا، فإذا رأيت طائرك يقوم بهذه الحركة ربما تحتاج أن تصحبه إلى الطبيب البيطري. تنبه لجلوسه. الجلوس عند الكوكاتيل من علامات المرض، ستجده إما جاثما مكانه ولا يطير أو جالسا على أرض القفص. اعرف العلامات الأخرى للمرض. هذه العلامات ليست عبارة عن حركات يقوم بها تحديدا، لكنها تدل على المرض بأي حال. من الأمثلة على هذه العلامات أن يعطس الكوكاتيل أو يصبح ناعسا أكثر من المعتاد أو يفقد صوته، وكذلك إذا زاد تناوله للطعام أو قل أو تغير مقدار شربه للماء. وأخيرا لاحظ ما إذا كان هناك تغيير في مظهر لون فضلاته أو في كمها.